حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج متداول. في نتابع اليوم أهم وآخر الأحداث على منصات التواصل والتي حققت تفاعلا ورأيا عاما خلال الساعات الماضية، ومع أهم العناوين: سائق قطار يشكو عطل التبريد وحرارة الجو، حريق محولة كهربائية في العامرية لمدة يومين، صحة النجف تحذر من البقشيش أو الإكرامية، تزداد حوادث الحريق في فصل الصيف في العراق لعدة أسباب كارتفاع درجات الحرارة والأحمال الزائدة على منظومة الطاقة الكهربائية والتماس الكهربائي وأسباب أخرى كثيرة سنأتي على ذكرها لاحقاً. يوم أمس نقلت عدة صفحات على مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن يوثق لحظة اندلاع حريق في إحدى المحولات الكهربائية تحديداً في منطقة العامرية في بغداد. هاي مولدة بالعامرية يوم 27، صار لها يومين تحترق وما حد يقبل يجي يطفيها. هاي بيوت هنا عوائل، مولد الاطفائي نخابرهم يقول خابر الكهرباء، الكهرباء يقول لي خابر المولد، العفو خابر الكهرباء. على هالحالة هاي عوائل هنا، لا هي الكهرباء لكو ولا هي المطفية، وها كل شوية تتفجر. يوم تاريخ 27 بالشهر، هاي المولدة صار يومين كل شوي تحترق وتطفي، اطفائية خابرة ترفض تجي طفي الكهرباء، طفي تقول خابر على الكهرباء، خابر الكهرباء يقول تعال مع المولد. هاي اشجار يمها، هاي بيوت وعوائل هنا منطقة العامرية محل 630. هاي قبل يومين احترق بيت من ورا هاي الشغلة، اطفائية يقول نحن علينا والكهرباء يقول نحن علينا. وزارة الكهرباء تؤكد أن سبب حرائق المحولات هو الضغط الكبير على خطوط نقل الطاقة في فصل الصيف. مقطع الفيديو اللي شاهدناه فتح باب النقاش بين المواطنين على الفيسبوك ومواقع أخرى، فكتبوا آرائهم حول حادث حريق المحولة، وكان رياض الجبوري أحد المعلقين على هذا الموضوع. يقول رياض: إيش دعواكم؟ أنتوا ما تطفوها، أنتوا شباب وخيرة الشباب بالعامرية، وهاي المحولة فايدتكم، إذا احترقت نهائيا راح تتأذون أنتوا تطوعوا من ذاتك، أو أنت تطوع من ذاتك في إطفاء الحرائق، وأظن وسائل الإطفاء في كل بيت موجودة. هذا رأيي. أيضا هناك تعليق من عبد القادر يقول: وحق محمد، ما حد دمر الكهرباء من شبكات ومحولات غير أهل التقطيع وأهل العقار. بيت واحد يصير ثلاث بيوت، لو يصير عمارة ست شقق وأربع محلات، ما تقول لي شلون تتحمل الكهرباء؟ ده تشتغل فوق طاقتها أضعاف أضعاف المصمم إلها. وهناك أيضا تعليق آخر من زيد الراوي يقول: زيد كادر صيانة العامرية والإطفاء كذلك لازم يخضعون للإجراءات القانونية، لأن استهانوا بأرواح المواطنين. أبو الإطفاء يقول لي: ما علينا بالمحولة، من يحترق البيت يلا نتدخل وبالواسطات، يومين يلا تفضلوا علينا. الحرائق وارتفاع درجات الحرارة تسجل مؤشرا تصاعديا في فصل الصيف، وحريق المحولة في منطقة العامرية كان آخر تلك الحرائق. من جانب آخر، صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة محافظتين عراقيتين وهي البصرة والعمارة ضمن المناطق الأكثر حراً بتجاوزها 50 درجة مئوية، وخلال أيام فقط حثت عدة حرائق بالعراق من الشمال إلى الجنوب، حرائق في المولات والأسواق والمحولات الكهربائية. وكان حريق أربيل مول هو إحدى تلك الحرائق، وتسبب بخسائر مالية تقدر بملايين الدولارات.
بينجو بيزاق السوني كاز نازاني رم آخري قلت دعزاري قلت علي والله بينجو بيزاق كاز كاز ساعت بينجو بيزاق السوني كاز نازاني رم آخري قلت دعزاري قلت علي والله. أصحاب المحال التجارية المتضررة شكوا من عدم وجود نظام تحسس للحرائق وقناني الإطفاء بالشكل المطلوب، والحرائق لم تتوقف هنا فحسب، بل اندلع حريق آخر أيضا في محافظة ذي قار قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماده، وامتدت النيران إلى الأماكن المجاورة للمول. الدفاع المدني أصدر توضيحاً ذكر فيه أن الحريق اندلع نتيجة لانفجار مولدة الكهرباء التابعة للمول التجاري الذي حدث فيه الحريق. ماذا لو كنت تقضي ساعات طويلة تحت أشعة الشمس وأنت تزاول عملك بشكل يومي؟ تخيل معي كيف سيكون وضعك، وهل لك القدرة على تحمل لهيب الشمس؟ بالتأكيد سيكون الأمر مزعج، لكن هناك من يتحمل. صعب جدا، إذ تناقلت مواقع إلكترونية ورواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لموظف يعمل كسائق للقطار في خطوط السكك بالعراق، وتحديدا في بيجي في محافظة صلاح الدين. الموظف ظهر بملابسه الداخلية وهو يشتكي من حال القاطرة الألمانية، وأيضا الوضع الحار جدا داخل القطار لإهمالها أولا، ولعدم وجود وسائل تبريد أو مكيفات فيها في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فيما وجه رسائل إلى المسؤولين وتساؤلات كثيرة وكثيرة حتى فقد صوابه. عليكم عم، احنا هذا حالنا سواق القطار، هاي الخاطره شوفوها الالمانيه تجيب واردات للدوله ما بيها تبريد، تبريد ما حد يحط لك. خاطراتنا اما بالشاشيه فيها تبريد وعطلها تجي. المن هاي ما تجيب واردات للدوله، المن نشتغل؟ هذا حالنا، هذا حال سائق القطار، وهاي بيجي. شوفوها صحراء هاي بيجي. خاف تقولون هذا حالنا، هذا وضعنا. خاطرات دائما بالشاشية فيها تبريد وعطلة تجيب، وهاي خاطرة تجيب واردات الدولة ما حد يحط لها تبريد. احنا نشوفون السادة المسؤولين اللي يباعون علينا شوية، وراهم موت، باكر وراهم حساب. هذه اللقطات المصورة وما أن تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي حتى تفاعل معها جمهور السوشيال ميديا في الصفحات والمواقع، ونال مقطع الفيديو على ردود أفعال واسعة، فمن المغردين من تعاطف مع سائق القاطرة أو القطار والذي يعمل في هذا الجو الحار جدا بكل مجهوده من أجل كسب لقمة العيش، فيما البعض الآخر ذهب ليوبخ هذا السائق لظهوره بملابسه ووصفوه بظهور غير لائق لموظف حكومي، وواجه أيضا لاستقبال المسافرين. وأيضا هناك من انتقد وزارة النقل والحكومة لإهمالها القاطرات وسائقيها وما تحدث من أحداث مع سائقي هذه القاطرات. فهناك من كتب تعليقا له عن هذا الموضوع، نبدأ مع همس الأماسي تقول: همس،
من المستمع هو العراق بأكمله مبيوع، بقت على القطار. الله يعين البشرية، الدول وين وصلت وإحنا نتوسل لتوفير أبسط متطلبات الحياة. أمر عجيب. هناك تعليق من رائد الساعدي، يقول رائد أيضا يبدأ تعليقه به: حجي شلون تحكي على الدولة؟ باشر يصدرون بك كتاب فصل، إيش ورطك وياهم؟ هسه يسووا لك مجلس تحقيق ويصمتوك نفسيا وجسديا. وبعدين هو احنا كهرباء وطنية ما عندنا، الدور تبريد بالقطار. هناك ايضا تعليق من وردة الجوري، تقول وردة الجوري: اويلي على الشعب العراقي، ما ادري شو وقت راح يرتاح، عايشين بضيم وقهر. الله يكون بعونك، وكلنا نضم صوتنا لصوتك، وعلى الايام الجاية ناشد بس لا تكون بملابسك الداخلية. ايضا أخسف بيها القاع. هذه العبارة كانت الأكثر تداولاً في منصات وصفحات السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية العراقية اليوم، بعد تصريح إعلامي غير متوقع لمدير عام ظهر في مقطع فيديوي وهو يتوعد ويهدد كل مخالف. فما قصة هذه الحادثة؟ ومن هم المشمولين بهذا العقاب؟ إذ تناقل ناشطون عبر صفحاتهم فيديو لمدير صحة النجف الدكتور رضوان الكندي، ويظهر عليه الحزن والغضب بعد تلقيه مجموعة شكاوى من المواطنين أثناء تجواله التفقدي في مستشفى الزهراء في النجف. وتفيد تلك الشكاوى بأن هناك ممرضات وقابلات يتعمدن جني الرشاوي من المرضى والمراجعات أيضا وإجبارهن على ذلك، وإلا فلن يكون هناك أو لن تكون هناك خدمة لهن. وهذا ما أثار غضب الكندي الذي سارع بالإعلان عن منع جني أي مال من المريضات، وإلا سيكون العقاب كما ذكره هو وعلى لسانه. أي مواطن يوصل لي خبر أنه قابلة ممرضة ما أخذ فلوس، يعني أقصد بها القاع، قسماً بالله أقصد بها القاع. هذه السمعة مو حلوة، وهذا الكلام اللي يطلع لازم ينتهي. خلاص خلاص، مستشفى الزهراء كون المستشفى الزهراء. أي والله بنتي، بنتي وجودكم كلكم، أنتوا أبطال، أنتوا تشتغلون تتعبون، لكن أكو كم واحد كم نفر يضيع هذا الجهد كله ويخلص. بنتي انت سباعيه، هذا الموضوع انت مسؤوله عنه، انت مسؤوله. هذا الفيديو الذي شاهدناه وتحدث فيه مدير صحه النجف وتحدث عن هذا الموضوع كما علقنا عليه بهذه العباره: اخسف بالقاع. اختتم مدير صحه النجف الدكتور رضوان الكندي حديثا مهددا ومتوعدا لكل من تسول له نفسه، سواء كانت مريضة ممرضة عفوا أو قابلة أو حتى طبيبة، أخذ المال بالإكراه من المريضات في المستشفى في محاولة منه للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها. الفيديو وما أن انتشر في منصات التواصل حتى أثار ردود فعل واسعة، فالكثير من المغردين أثنوا على تصرف مدير الصحة وطالبوه باتخاذ قرار صارم للحد من الرشاوة في عموم مستشفيات المحافظة، فيما البعض الآخر كان له رد مختلف، إذ وجه انتقادا إلى الكندي تحت هاشتاغ مدير صحة النجف، معقبين على جملة أمسح بالقاع أو أمسح بها القاع لكونها لا تليق بمنصب المدير العام على حد قولهم. فكان هناك تعليق من محمد حسن حول هذا الموضوع، يقول: محمد والله ما تقدر، هاي حالة عامة، احنا شعب نحب الرشوة، وخاصة ذني بالمستشفيات، ما تتحرك منا لهناية إذا مو بفلوس. حتى بمستشفيات الهند وتركيا وإيران علمناهم ياخذون. هناك تعليق من أروى الخفاجي، تقول: أروى روحوا للردهة النسائية والتوليد، يلعب لعب بالحوامل، حتى غلط وفشار وبسط يبسطن المراجعة. يا عيني شفتهن وبس قاعدات
يقنن يقنقنن ويسولفن وياكلن، مع احترامي للزينات منهن. هناك ايضا تعليق من ثامر خضير يقول: ثامر يخسف بيها القاع كلمات لا تناسب من هو في منصب مدير عام، المفروض يقول تعرض نفسها للتحقيق وتطبق عليها العقوبات الإدارية وحسب تعليمات الوزارة. وهناك أيضا تعليق آخر من ميس هوران تقول: خاف هي تخسف بيك القاع إذا ما نطيتها فلوس. وأيضا أمي لا تحشون على القابلة ولا الممرضة ولا الطبيبة، أساسا يتعبون ويتحملون وفوق طاقتهم، وإذا أخذت فلوس عادي، وين المشكلة؟ حجز وغرامة مالية وإتلاف للبضاعة في الشارع، عقوبة قاسية تلقاها مواطن عراقي في سيطرة تقع على بعد بضع كيلومترات من جنوب وشرق العاصمة بغداد. لكن لماذا ومن أين أتت العقوبة؟ هذا المواطن الفقير يعمل بصفة بائع للسمك، وأثناء عبوره بالستوتة من سيطرة المدائن ألقي القبض عليه من قبل ضابط يعمل في السيطرة بعد أن جرى احتجازه وتغريمة كعقوبة مجزية له. والله يطلع على باب الله يجيبون اللي حجز، انا 36000 حصلك 10000 تجي ال 2000 دينار يجيبك الحجز. شو هذا على باب الله طالع حجوه؟ هذا من المدائن للبلديه، يعني بالمدائن يطلع يحصلك 5000. والله يطلع على باب الله يجيبون اللي حجز، انا 36000 حصلك 10000 تجي ال 2000 دينار يجيبك الحجز. شو هذا على باب الله طالع حجوه؟ هذا من المدائن للبلديه، يعني بالمدائن هذا المقطع. وعلى الرغم من وقته القصير الا انه اثار الجدل والضجه في منصات التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا عموما في العراق، واثار غضب العراقيين بسبب ما حل مع هذا البائع. وعلق عدد كبير من المغردين سبب حزنهم الى فقر حال هذا البائع، سيما أن السمك الذي يحمله سعره لا يتجاوز 30000 دينار، فيما يتقاضى البائع ربحا رمزيا لقاء بيعه للسمك، ومع ذلك للأسف جرى احتجازه وأتلفت بضاعته. أما البعض الآخر من المغردين انتقدوا تصرف الضابط في السيطرة ووجهوا له كلمات قاسية متسائلين إياه: هل بإمكانك أن تطبق القانون على الغني أو المسؤول؟ أما الفقير وحده من يكون هو الضحية. المواطن حسين الحشيمي علق قائلا عن هذا الموضوع بتغريدة له، قال: على أساس هذا قانون يمشي عليه وتصرف شخصي وخاطئ من الضابط، صار القانون يطبق على الفقراء بس وأصحاب الدخل اليومي، الله يكون بعونك يا الفقير. هناك تعليق من أحمد سيد الشريف يقول: هناك قانون يمنع نقل الأسماك من مكان إلى آخر، غير ذلك هذا ظلم. وبغض النظر أنه العراق خالي من تطبيق القانون العادل، لكن شنو السبب اللي خلى الضابط يتصرف هيشي؟ أكيد إلى وجهة نظر فلا تنتقدوه. أيضا هناك تعليق من إبراهيم الشمري يقول: إبراهيم، الإنسانية أولا وثانيا، القانون مو كل شيء تحاسب عليه، والدولة ما موفرة أبسط مقومات الحياة للمواطن. لو كان هذا المواطن إلى مصدر عيشة محترم وضمان حقوق من الدولة، أي حاسبة على المخالفة، حساب عسير، بس مو فوق الضيم جاي تطبق القانون براسه. أيضا سنتابع خلال الوقت القادم مجموعة من القصص والحكاية أنوه لكم عن بعضها من خلال هذه العناوين. هاشتاغ شيرين يتصدر تويتر بعد تسجيل صوتي مسرب. سقوط منطاد يخلف 5 قتلى في نيو مكسيكو.
فتاة روسية تبحث عن زوج تنال اهتمام العراقيين. هاشتاج كلنا شيرين وسم اجتاح منصات التواصل الاجتماعي وتصدر تريند وتويتر وقائمة البحث الأكثر تداولاً في معظم الدول العربية تضامناً مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. لكن ما قصة هذا الوسم؟ وما الشيء الذي أصاب شيرين وزلزل صفحات المغردين بهذه السرعة؟ القصة بدأت بعد أن تم تسريب تسجيل صوتي منذ يوم أمس في منصات السوشيال ميديا لمكالمة هاتفية قيل أنها جرت بين صحفية مصرية والسيد حسين حبيب والد زوج شيرين الفنان حسام حبيب. وفحوى التسجيل المسرب نقلاً عن والد حسام أن حسام يخطط للزواج على الفنانة شيرين سراً وإنجاب أطفال من أخرى وإن لديه توكيل منها للتحكم بحساباتها المالية ويريد سرقتها وتأمين مستقبلها، إضافة إلى اتهامها بأنها بنت بلدي أوي وكلام كثير واتهامات أخرى. لنسمع جانب من تلك المحادثة المسربة. مع الأرقام بتاعت الفيس بيروح يسحب الفلوس الوايد. وإيمان بتحب شيرين أو لا؟ لا مش بتحبها خالص. وهي إيمان عشان عايزة أحفاد ولا عشان شيرين بلدي؟ إيمان مش بتحبها؟ لا عشان شيرين بلدي. أوكي. هي تعرف هي أصلا أطلع من التراكوة، يعني جدودها تراكوة ومش عارف إيه، ومن جدتها تانية من النمسا وكده، حتى ما بتتكلم عربي مكسر لحد دلوقتي. وكمان حسام حسام كمان بيتكلم انجليش كتير. مع حسام مدارس أجنبية وكده وجامعة برضو. مهم أيوة يعني أنا أصلا أمه أساسا وشيرين طبعا ما أعرفش واخدة إيه، دبلوم صنايع ما أعرفش واخدة إيه والله، ما أعرفش دارسة إيه ولا مش دارسة، مش عارف يعني. يعني من ساعة ما حسام عرفها مش شغال نفسه، لا نزل أغنية ولا اشترك في فيلم ولا اشترك في مسلسل ولا، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافته نجوميتها هي، هي دست عليه فمت على حسابه كمان أكتر. هو مطوي لمعت أكتر. يعني أنت عايزني أنا الحسام؟ وعمل حالك لاشتري أكيد طبعا. ليه بقى؟ أكيد أنت حلوة صغيرة، حلوة صغيرة وتخلفي له ابنه، وبعدين في نفس الوقت أنت ليكي مستقبل وممكن تبقى مذيعة شاطرة. أنت متأكد إن هي اللي ما بتخلفش؟ حتى ما تخلفش واحدة خلاص 39 سنة قربت على 40، يعني يعني احتمال الخلف عندها ضعيف، ما هم بقالهم سنتين اهو ما خلفوش ليه؟ فانا من مصلحته اتجوز بنت صغيره تخلف له في نفس الوقت جميله عندها طموح. انت عارف حتى لما بيطلعوا على المسرح وكده مش لاقين لبعض، بيبقى شكله صغير. ايوه تحس ان هو راقي، تحس ان هو راقي، تحس ان هي بتحس برضه ان هي ايه، يعني اكيد من بيئه مختلفه، كل يعني مش من نفس البيئه. طب ليه هو حسام ما يتجوزش بالسر مثلا؟ انا حاول بقى، بس انا فكرت في خطه حلوه قوي قوي. انا هقول له بقى ايه، يتجوز وايه، ويحط ويخلي مراته معايا هنا، ما عندي ما يقولش ليه لشيرين. التسجيل الصوتي المسرب الذي استمعنا له الآن مطول جدا واقتطعنا لكم جزءا منه. فمنذ الساعة الأولى لانتشار التسجيل الصوتي المسرب ولغاية هذه اللحظة لم يصدر بيان توضيحي رسمي أو حتى لقاء متلفز لا للفنانة شيرين عبد الوهاب ولا لزوجها الفنان حسام حبيب.
ليؤكدوا أو ينفوا ما سمعه جمهور الفنانين عامة. لكن بعد هذا الصمت والضجة وتبادل الاتهامات، والد حسام حبيب رد على حقيقة هذه الأخبار وأعرب عن غضبه ونفى ذلك، مؤكدا أن التسجيل الصوتي ليس له وإن هذا ليس صوته، كما أشار إلى أن تداوله بهذا الشكل ما هو إلا لهدف خراب البيوت وإفساد العلاقة بين شيرين وحسام حبيب وانتهى. هاشتاغ كلنا شيرين تضمن العديد من الصور والفيديوهات الداعمة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا والفنانين. فجمهور الفنانة شيرين أعلن تضامنه معها، والكثير منهم أعربوا عن حزنهم بسبب ما تتعرض له الفنانة شيرين، منوهين أنها دخلت في صدمة. الردود كثيرة واخترنا لكم منها بعض التغريدات، فكان لدنيا أحمد تعليق حول هذا الموضوع. تقول دنيا: شيرين حظها سيء بالزواج لأنها معطاء وكثير وبتحب من قلبها وبتقدم للناس عن جد ما بتستاهل اللي صار معاها. هناك تعليق آخر من ابتسام، تقول ابتسام: السيدة اللي بتسأل والد حسام كأنها بتستوبه، وبعدين كل الكلام منسوب على لسان والده، يحتمل الخطأ والصواب. سؤالي: من له مصلحة في خراب البيوت وعدم مراعاة حرمتها عشان سبق صحفي أو ترند؟ ملعون السوشيال ميديا والفلوس اللي خلت عندكم الخراب والدمار النفسي شغل. هناك تعليق آخر من هدى العمري، تقول هدى: دي طعنة ألعن من أنه يتجوز عليها أو يخونها مع ست تانية. صراحة أنا قلبي مع حسام، وإذا كنت أنت ما بتحبها لشيرين على شو تتزوجها؟ شو صعب بتعيش مع شخص ما بتحبوش؟ هي تتساءل. هناك تعليق من أميرة، تقول: أميرة واضح أنه إشاعة مفتعلة، ناس حاقدة على حياتهم الحلوة، دي حرب نفسية، وشيرين واضح جدا انها كيداهم. شيرين الناس ما بتعرفها يحبوها، وكمان اهل حسام يعشقوها قوي. من جديد، عاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ليثير الرأي العام واهتمام الصحف ومواقع التواصل، وهذه المرة فيما يتعلق بوزن الزعيم الذي كان يقدر سابقاً بنحو 140 كيلوغرام، في حين انخفض في الآونة الأخيرة حسب تقييمات بعض المراقبين بمقدار ما بين 10 أو 20 كيلوغرام. وفي مقطع فيديو متداول ظهر هذا الفرق في الوزن الذي تسبب بحزن المواطنين في كوريا الشمالية، حتى أن أحد المواطنين قال أن رؤية فقدان كيم من وزن جسمه بشكل ملحوظ تحطم القلوب، قلوب الناس، مشدداً على أن كل المواطنين يقولون أنهم بكوا عند رؤيتهم ذلك المقطع الذي نشر على مواقع التواصل، والذي يظهر فيه فقدان الزعيم لوزنه، ونال اهتمام ومراقبة الجارة الجنوبية، كوريا الجنوبية، حتى أنهم كانوا يدققون في ساعة يده على معصمه الذي بدا أنحف بكثير عن السابق. واستدعى هذا الموضوع استنتاجات جديدة ومطولة، منها أن فقدان الوزن الملموس هذا لدى زعيم كوريا الشمالية ناجم أما عن معاناة من مرض خطير أو سعي إلى تحسين حالته الصحية بإنقاص وزنه. ولكن التقارير التلفزيونية الرسمية لم تصدر أي توضيحات بشأن سبب فقدان كيم لهذا الوزن، وكانت صحة كيم قد أصبحت مراراً وتكراراً موضع اهتمام الإعلام ووكالات المخابرات دون وجود أي أدلة تثبت تدهورا. وكان آخر ظهور للزعيم الكوري قبل عدة أيام أو أسبوع ربما أكثر، أثناء اجتماع عام مع حزب العمال الكوري. هذه المقارنة
والقلق الشعبي في كوريا الشمالية نال اهتمام الشعوب في دول أخرى، فكتبوا تعليقاتهم حول صحة الزعيم ووزنه، وكان لتغريدة ليث تشاسب حول هذا الموضوع مكانا من بين بقية التغريدات والتعليقات. يقول ليث تشاسب: الزعيم سمن، الزعيم ضعف، الزعيم راح للحمام، الزعيم أكل، الزعيم زعل، الزعيم ضحك، الزعيم نايم، الزعيم صاحي، نموت ويحيى الزعيم. هذا هو تفكير الكوريين الشماليين اليومي خوفا من غضب الزعيم عليهم. هناك تعليق آخر من نسرين، تقول نسرين في تعليقها: بكاء ودموع واستقبال مبالغ فيه واهتمام غير طبيعي ناتج عن رعب وخوف حقيقي من الإعدام والقتل والانعزال عن العالم، خلق أجيال لا تعرف سوى كيم جونغ أون، فهو المفدى ولا غيره. وكل وسائل الإعلام تفتخر ببكاء الشعب على وزن زعيمهم. هناك أيضا تعليق من شاكر عواد، يقول: شاكر، يعني هسه الزعيم يجوز مسوي ريجيم؟ شكوى التحليلات وداخلة بها المخابرات الدولية ومخابرات كوريا الجنوبية، ومركزين حتى على ساعة، على الساعة اللي بيده. والله شنو شد الحزام أكثر؟ لأنه ضعف أساسا، خلي يضعف شوية أحسن. والنوب القنوات والسلطة مكيفين بانشغال الشعب بوزن الزعيم. تابعت وسائل الإعلام الأجنبية خبر سقوط سريع لمنطاد، حيث لقى 5 أشخاص مصرعهم على أثر سقوط المنطاد في مدينة ألبا كيركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وذلك بعد اصطدامها بخطوط الكهرباء واشتعال النار في المنطاد. وأظهرت لقطات مصورة المنطاد وهو يسقط من على ارتفاع عال جدا وبشكل سريع ومخيف. فتحت إدارة الطيران الاتحادية والشرطة تحقيقاً في هذا الحادث، وأكدت شركة الكهرباء المحلية أن الحادث تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة وحرمان نحو 13,000 شخص من الكهرباء لبضع ساعات قبل عودة التيار الكهربائي. وأيضاً أفادت شرطة المدينة أن قائد المنطاد و3 ركاب لقوا حتفهم على الفور، فيما نقل الرابع إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وتمت الإشارة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و60 عاما، وسرعان ما تم تداول مقطع الفيديو للحظة تهاوي المنطاد على نطاق واسع، حيث لاقى ردود أفعال كثيرة حول ما حصل وسبب الحادث. فكتب محمد المنصوري تعليقا له حول الموضوع، بدأ تعليقه حول هذا الحادث المأساوي بضحكة وقال: مات 5 أشخاص ويقولون حادث مروع، وإحنا بالعراق هذا العدد يعتبرونه مقبلات، الموت عندنا صار عادي، عادي كلش، يوميا نسمع خبر واحد ميت. يعني قصده هو بالفيس، الفيسبوك صاير مجلس عزاء، كل شوية واحد منزل خبر وفاة أحد من أهله، المهم الله يرحمهم. هناك تعليق آخر من الباشا، يقول الباشا: هو أكو إنسان عاقل أو يحمل ذرة من العقل يصعد منطاد؟ هاي الناس حرام عليهم هالعيشة الحلوة والكهرباء وهالشوارع والخدمات والحياة الحلوة، إيش ناقصك بالأرض حتى تصعد
وين وصلت؟ اي حتى تصعد للسماء. شو تدور هناك؟ النوب. اي اجراءات سلامه ووقايه؟ ماكو حتى مظله بديله احتياط على الاقل. شيني هاي؟ هو كتب اخر كلامه في صادق نمير يقول: اني اتعجب شلون ماكو مظله احتياط بالمنطاد؟ عدا هذا شلون اصعد نفاخه كبيره ممكن الطق بكل سهوله؟ ادري عقلكم وين كان بوقتها، النوب المنطاد واقع على الاسفلت يعني ما بيها مجال، يموتون من شده الارتطام بالارض. روسيا حسناء تبحث عن عريس في مدرجات يورو 2020. طبعا هذه الروسية نالت من الاهتمام، خصوصا من الشباب، نالت من الاهتمام الشيء الكثير. فما قصة هذه الفتاة الحسناء؟ ففي واقعة طريفة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق موسع صورة فتاة روسية تبحث عن عريس لها على هامش حضورها إحدى مباريات يورو 2020، وتداول عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي على مستوى العالم صور الفتاة الروسية وتدعى أناستيشا ليوبيموفا، وهي تحمل لافتة مكتوب عليها أبحث عن عريس، وأجرت عددا من اللقاءات التلفزيونية لتتحدث عن تفاصيل بحثها عن عريس مناسب. Как почему? Сейчас проходит чемпионат Европы, как раз тот самый удобный момент и тот удобный случай, когда можно найти мужа. Вы ищете иностранца, да? Нет, не обязательно иностранца. Но просто чтобы всем было понятно, я написала на английском. Я думаю, что ваше приложение интересует вот этого чувака. Да, стоит слева. Пожалуй, я воздержусь от данного предложения. Excuse me. Do you speak English? This girl's looking for a husband at the Euro. So you're looking for a husband? Are you looking for a wife? Yeah? Okay, so you've got to take... Huh? Yeah, she's got a choice. I don't know English. А, окей. So yeah, он согласился. Согласился, да. Все хорошо, подписывайтесь на мой канал. А, Инстаграм. А, Инстаграм? Yes. А, окей. Это очень забавно. Все, спасибо большое, мы пройдем дальше, да? Давайте. Все, классного вечера. Таракатху филяхир. Дахабат инфатат. طبعا الفتاة ردت على المراسل التلفزيوني أنها تبحث عن عريس في مدرجات يورو 2020، وهو وقت مناسب للحصول على واحد، وقالت أنه ليس بالضرورة أن يكون العريس أجنبيا. وعندما تقدم لها الشاب الذي شاهدناه لطلب الزواج منها فمازحته قائلة: أنت موافق على الارتباط بي؟ حسنا، تابعني على الانستغرام. وكتب الكثير من الشباب عروضهم للزواج منها، فيما علق عدد كبير من المتابعين لقصة هذه الفتاة فكتبوا تغريداتهم وتعليقاتهم. وكانت كارمن لها تعليق حول هذا الموضوع، تقول كارمن حسيب: ما تبحث عن زوج ولا هم يحزنون. هذه تبحث عن الشهرة في مواقع ومشاهدات لزيادة المشاهدات والمتابعين ممن يقتنعون بها وتنطلي عليهم الكذبة. للأسف صار البحث عن الشهرة بكل الوسائل حتى وصل الأمر لعرض نفسها. هناك تعليق آخر من عثمان النوبي، يقول عثمان النوبي: طيب يا أهل الخير، ما حدش يعرف لها عنوان أو رقم تليفون إيميل أو أي نيلة. من اللي ينزل الخبر ينزله بكل دقة وتفاصيل يا بلاش، في 110 مليون عريس بيدور عليكي ومش عارفين العنوان، ريحيهم وانشر العنوان. هناك تعليق أيضا من عمار العربي. ماذا قال عمار؟ يقول عمار: هاي إذا أتزوجها واجيبها للعراق تموع من الحر، هسه شلون أنام؟
ترى حرام هاي الصورة تأذي القلب وتدمع العين، وبصراحة أنا حبيتها من أول صورة، هذا حب من أول صورة وليس من أول نظرة. بس كيف أوصل لروسيا وأقدم نفسي؟ بس مقدم البرنامج، ها بس مقدم البرنامج يا ريت عنوان بيتهم حتى نروح لهم مشاية. طبعا حساب الانستغرام الخاص بهذه الفتاة موجود أمامكم الآن، وهذه القصة بأكملها افتعلتها هذه الفتاة الروسية من أجل الحصول على عدد كبير من المتابعين عبر حسابها الرسمي الانستغرام وزيادة عدد متابعيها على حسابها، لأنها كتبت عنوان حسابها الرسمي على الانستغرام أسفل اللوحة التي كانت تحملها، وهنا تابعنا صفحتها للتأكد من صحة المعلومات، فوجدنا أن الحساب صحيح ورسمي ويتابعه 57,400 متابع، يبدو أن معظمهم من الذين تقدموا لطلب الزواج من هذه الفتاة الروسية، وهذه بعض صورها من بينها صورها التي اشتهرت بها على نطاق واسع، بينما رأى البعض أن هذا الإعلان لم يكن لائقا، خاصة أنها جميلة وليست بحاجة للبحث عن عريس مناسب بهذه الطريقة. إذن من محاولات هذه الفتاة الروسية للبحث عن عريس أو محاولة البحث عن فولورز على صفحة الرسمية على إنستغرام، نختم حلقتنا لهذا اليوم في برنامج متداول فيه، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم غد، ومشوار آخر سيكون حافلا بالمزيد من الأحداث، وإلى اللقاء.